تظلون فاطرين بس 4 ساعة. يعني كم الصيام؟ 6 ساعات. 12 ساعة هذا؟ والله مو محضر صراحة، مو محضر. والله نقدر. والشرع أباح 4 ساعات. هذا لعيايرة. احتمال في ناس يصمدون وفي ناس ما يصمدون. بتزيد الآثام كذي. إذا فرض رب العالمين أكيد بنصبر يعني. تصوم ولا ما بتصوم؟ تصوم ما تصوم؟ ما تصوم. أنت جبت الأسئلة اللي بسألك إياها ما شاء الله عليك. وبديت. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج الاسطرلاب. اليوم نتحكي لكم عن كندا. كندا فيها عدد كبير من المسلمين، يقارب 1,000,000 مسلم، وعدد الصيام فيها يقارب 20 ساعة. يعني انتم متخيلين ان 4 ساعات بس يفطرون؟ خلنا نشوف البحرينيين لو يصير عندهم 20 ساعة يصومون يقدرون او لا. انتم تقدرون تصوموا 20 ساعة او لا؟ عندك معلومة كم ساعة يصومون في كندا؟ 4 ساعات. كأن 4 ساعات. 5 ساعات. 4 ساعات. يعني 20. 4 ساعات. 18 ساعة حوالي. كنت 19 ساعة. 4 ساعات. 4 ساعات يصومون؟ لا أقل. أكثر. أبا أسهل إليك، 4 ساعات يفطرون. 4 ساعات يفطرون. إيه. يظلون فاطرين بس 4 ساعة. يعني كم الصيام؟ قول 6 ساعات. لا أكثر. إلى حين هو الوقت كامل كم؟ يعتمد هو الصيام، يعني عندك هو الوقت كله 24 ساعة. اليوم 24. زين هم 4 ساعات يفطرون له شو اسمه 20 ساعة. 20 ساعة أصومون. والله كأنه أتوقع يعني ساعات طويلة فوق 19 20 21. كم بالضبط؟ يعني 20. 20 ساعة. أحسن 20 ساعة أصومون. والله صراحة ما أعرف كلش. بعطيك خيارات 20 ساعة، 4 ساعات، 15 ساعة. 4 ساعات. كم؟ 15. أكو بقيت عندك ثنتين. 15 ساعة. لا ما في الا هاي اخر وحده. الا هو 20 ساعه. لا ولا عندي معلومه كم ساعه يصوموا كندا. انا وجرا خلنا اسالني على البحرين المفترض. حوالي تقريبا كان 4 ساعات. 4 ساعات يصوموا؟ ايوه اكيد اكيد. هم 4 ساعات يفطرون، يعني معناتها 12 ساعه هذا يصومون. لا ابا اسهل لك، 20 ساعه يصومون، 19 ساعه، 15. لا 20. 20 ساعة أصومون. والله بالضبط، يعني ممكن إنه بعض الأحيان اللي بتقولون 18 ساعة حوالي. هذا حوالي 18 ساعة يصومون. 20 ساعة أكيد تقريبا. نص نص يعني. بعطيك خيارات 20 ساعة، 15 ساعة، 4 ساعة. حياتني والله. لأن في منطقة يصومون فيها 4 ساعات، بس هل هي والله لا ما أدري. حاول. خليها هي. اللي هي كم؟ أربع أكيد. أكيد. بس الجمهور يقول لك شيء غير. شو أسوي بعد؟ خلاص. أوه كم ساعة تصوم؟ يمكن هي في الغالب يمكن 19 ساعة. 19 ساعة. تدري أنت محمد كم؟ أنا مو محمد، أنا حسن. حسن كم من زين؟ 15 ساعة. 10. أنا ما أبوك قال 19، أنت كم تقول؟ قول 19. أنا يعني يوم كامل. زين نقول 20، 19، 15. خيارات مو صح 19. مو صح؟ 20 أو 15. كم؟ 20. 20. 20 وكذي منه كم؟ من 15 يعني. الولد قال 20 وأنت قلت 15. الولد إجابته صح 20. يقول 20 ساعة صح. 20 ساعة. ساعات الصيام عندهم 20 ساعة. 20 ساعة يصوموا؟ لا كلش. بعطيك خيارات 20 ساعة، 4 ساعات، 15 ساعة. 20. لأنه أنا بقول
بالسويد لانه ابن عمتي بالسويد، فاقول على مستوى نفس الخط العرض اتوقع يعني هيك انا. يعني انت تقول 20 اخوي هيك يعني 20 ساعة. اتوقع هي كبيرة قارة، ممكن اولها غير اخرها يعني يختلف الوضع والتوقيت. اي واجابتك صح 20 ساعة. العملة مالت كندا تعرفها؟ الدولار الكندي. دولار والله ما عارف. زين ابا اسهل لك، الدولار الكندي. ايوه زين. او الامريكي او الريال. طبعا الدولار الكندي. يعني كندا تعرف لغتهم؟ الانجليزي اعتقد. ما اعرف. في فرنسي وفي انجليزي. الانجليزي والفرنسي. ما اعرف. بعطيك انزين خيارات بسهل لك، الانجليزيه الفرنسيه او الفرنسيه الاسبانيه او الانجليزيه الاسبانيه. ما ادري ما عندي معلومه صحيح. حاول ولا احاول بعد ما اعرف له. شيك له ولا شيك. اي ما اعرف ده ما اعرف يا باشا. كندا تعرف لغتهم؟ الانجليزي اعتقد. الانجليزية وياها بعد لغه، يجي لغتين. لا ما اعرف الانجليزية اعتقد. بس بعطيك خيارات، الانجليزية والفرنسية، الانجليزية ويا الفارسية او الانجليزية والكردية. الفرنسية. تعرف له عاصمتها؟ سيدني. والله ما انا امي لا اعرف لا اقرا ولا اكتب. سيدني. عفوا. تورنتو. اكيد تورنتو. اكيد تورنتو. والله يا اخي كانه اوتاوا ولا تورنتو. اوتاوا اتوقع. اوتاوا. اجابتك صح وكلك صح. لو فرضنا في البحرين صارت 20 ساعه، قولك نصمد في هالجو الحليو واللي عندنا. لو نصمد بعد 24 ساعه والله ما ادري. والله نقدر. اي اقدر اصوم 20 ساعه. لا هو فيها صعوبه ولكن الانسان المؤمن يحاول والله بعينه على الصبر. لا لا ما تقدر اكيد. والله اذا فرض رب العالمين اكيد بنضل نصبر يعني. عادي نصمد احنا نصوم 17 ساعه. لو فرضنا في البحرين صارت 20 ساعه، قولك نصمد في هالجو الحليو واللي عندنا. لو نصوم بعد 24 ساعه نصمد. نصمد ليش ما نصمد؟ في ناس تقول لك اجر كل اجر، في ناس تقول لك بتزيد الاثام بنفطر وغيره. لا لا انت وش تقول؟ لا لا ان شاء الله مثل ما قلنا يعني رب العالمين يدري بقوتنا. فاتوقع ان الصيام مقدور عليه. مقدور عليه. انت تصمد حسن؟ ايه اكيد. ايه. وانت شويه شويه. وانت حبيبي سنم. تصوم ولا ما بتصوم؟ تصوم ما تصوم؟ ما تصوم. بس حلو يعني له الاعتراف حلو. والله اذا فرض رب العالمين اكيد بنضل نصبر يعني. اذا فرض مفروض علينا كالصيام يعني اكيد نصبر يعني. يعني قولك نصبر. نصبر الحمد لله يعني احنا ديننا دين يسر ومو هو دين عسر ولا هو، وهذا امر رب العالمين مفروض علينا. مفروض علينا ان احنا نصوم لان من عند الله جاي خلا. الحمد لله هذه امر رب العالمين. نعمه من رب العالمين. الحمد لله. والله ما ادري. يمكن 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 تقدر. فين ما اقدر يعني 20 ساعه ما تقدر. اه في ناس تقول لي احنا اوريدي نصوم 17 ساعه فما في اي مشكله نزال 3 ساعات عادي. يقول لك انا اصوم. انت وش تقول؟ اذا هو ينام 12 ساعه ما بتفرق عنده كم ساعه. يعني عنده عادي ينام 8 ساعات تفرق عنده. تفرق عنده. انزين انا وياك يا عمري نسال الجمهور الحين احنا في رمضان، انتون تقدرون فوق الساعات اللي تصومونهم بعد 3 ساعات يعني 20 ساعه تقدر تصوم؟ اذا تقدر بس اكتب لنا في التعليق اقدر. عمري يعطيك العافيه. والله نقدر 20 ساعه تقدر. جونا الحلاوه والرطوبه. اي نعم لان الله يقول في القران الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فرب العالمين لو ما علم انه هذا وسعك وقدرتك ما كان امرك فيه يعني. يعني قالك نقدر. نقدر اكيد. هو فيها صعوبه ولكن الانسان المؤمن يحاول والله بعينه على الصبر. يعني اذا الله فرض الامر لازم نلتزم فيه ونصوم. يعني قالك نقدر. نقدر بس في ناس راح تستسلم وتضعف، والشرع اباح يعني اللي بده يهلك من الجوع والعطش يفطر. اللي بده يوصل لهذه المرحلة يفطر ما عليه حرج، واللي ما يوصل لهذه المرحلة يصوم إن شاء الله هو له الأجر. يعني أنت تقول فيها صعوبة بس أنت حاول. فيها صعوبة بس لازم نحاول. نعم. إي أقدر. تقدر؟ إي أقدر. أكيد أكيد. أقدر أصوم 20 ساعة.
في ناس تقول ما أقدر، حار ورطوبة ما بنصمد 20 ساعة، 15 يا الله يا الله. هذا لعيايرة. يعني أنت قدها وقدوم. إيه أقدر أصوم 20، وإيش المشكلة يعني؟ لأن في ناس قالت بتزيد ذنوبنا كذي. خلها تزيد عشان لا تستضيق الجنة، لا يروحون الجهنم. ساعة ما تقدر أكيد. ما تقدر. أربع ساعات بس اللي تفطر فيها. أربع ساعات تفطر فيها. في مناطق أعتقد في العالم يصومون يمكن 18 ساعة 20 ساعة. إيه هاي من صو على خط، على قولتهم على خط كندا وهو راي. زين فقولك نصمد إحنا في البحرين 20 ساعة. احتمال في ناس يصمدون وفي ناس ما يصمدون، أتوقع كذي. في ناس قالت ما أعتقد يمكن. في ناس قالت الآثام بتزيد على النواجب بنفطر. وش تقول؟ لا الأخو بالمؤمن وهذا يستحمل بصوم يعني، وجسمه قوي وهذا بصوم، أما البعض يمكن ما يستحمل 20 ساعة، صعب. ما يقدر قول. ما يقدر. لا. ما نقدر. ما في أمل نصمد. كلش. كلش يعني نفطر. يعني الآثام بتزيد. إيه نعم. عادي نصمد. إحنا نصوم 17 ساعة في شو اسمه في الصيف. يعني قولك نصمد 20 ساعة. ثلاث ساعات يعني الفرق بس ثلاث ساعات. يعني أنت عكس الأوالم تقول بتزيد الآثام كذي، واجب بنفطر وبناكل اللي يقولك بعطش. لا. ما نصمد. صعب. صعبة. يا دوب نخ 15 ساعة صومها ويا دوبك بعد. يعني الجو الحار. يعني قولك ما نصمد.